السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصورة دي مهمة جدا، ممكن تكون ناس كتير شافتها، لكن هي محتاجة توقف لأنها بتشرح لنا الذكاء الصناعي ازاي يفكر. تمام، يعني في مثالات كتيرة الكبار المصريين أو الفراعنة عملوها، لكن لما بنلاقي مثال ناقصة أو فيها مشكلة بنفرح بقى قوي، مش لأن احنا بنفرح بالغلطة أو بنشمت فيهم أو بنقول لهم ما بيفكروش او بنقول مثلا الذكاء الصناعي ما فهمش، لا لا لا، لان دي حاجه حصلت في النص قبل ما العمليه تكتمل، فبنفهم من خلالها اتبنت ازاي. يعني المساله اللي ناقصه دي شفنا لقطه في النص كده، فعرفنا ان هم عملوها بالشاكوش والازميل والحاجات دي، مش كائنات فضائيه اللي جت، لا ده دليل ان شكل الحاجات والادوات اللي جنبيها وكسرت ازاي وكده، ما كانش سحر، كان ناس اشتغلت بس اشتغلت بضمير. فدي الفكرة بقى، الذكاء الصناعي طلبنا منه ان هو يرسم لنا سلمون في البحر في النهر، فعمل ايه؟ قاعد يدور على صورة نهر ويدور على صورة سلمون ويبدأ ان هو يحطهم مع بعض. بس سلمون ما خدش باله سلمون ده صاحي ولا ميت. هي الاغلب الناس بتدور على السلمون في السوبر ماركت وفي هنا وهنا، فالسلمون اللي هو الميت اللي متقطع هو ده اللي بيطلع معايا، فلذلك هو ده اللي طلع معايا. يعني لو قلت له تخيل، هو مش حاجه ايام الرومان او ايام الاغريق، مش هيروح عبر الزمن يوصل لصوره حقيقيه، هو بيتخيل اللي موجود في الكتب. يعني لو مثلا سيدنا عيسى واحنا قلنا له تخيله، فهيشوف في المراجع وبالذات لان دي الاشهر اللوح اللي رسمها ليوناردو دافنشي، فهيبدا ياخد نفس الصوره، رغم ان كل العلماء بيقولوا ان هو ما فيش خلاف ان هو اتولد في فلسطين، فلازم ملامحه تكون اقرب للفلسطينيين والناس اللي عايشين في المنطقه، يعني درجه اللون والحاجات دي كلها. فدي الفكره، ان هو مش بيعرف الغيب، مش هنقدر نقول له ايه وجد لنا سر الكون فهيرجع، لا، هو بيشوف المراجع اللي موجوده ويبدا يدور فيها، فلو في كلمه موجوده كتير حاجة هي دي لها هتلاقي بتطلع على طول. ودي في مشكلة ان في ناس بتغذيه بمعلومات معينة مسممة هو شايف ان هي صح، زي مثلا موضوع الجندرة وموضوع الميم والحاجات دي كلها هو بيبدأ يغذيها، فلازم احنا يبقى لنا بصمة ونبدأ احنا نغذي الذكاء الصناعي بالمعلومات الطبيعية والمعلومات الأصلية والمعلومات الحقيقيه اللي العقل بيتقبلها. فلازم احنا برضو كمان ننشط على اساس ان اولادنا لما يسالوهم سؤال ما يجيلوش الاجابه. انا اصطدمت اول تجربه مع الذكاء الصناعي، سالت بعض الاسئله لقيت الاجابه فعلا ان دي اجنده محطوطه، ان في ناس معينه عندها فكر معين وبتحاول تنشره من خلال دوت. وده بعد كده قالوا ايلون ماسك لما دخل في الموضوع بدأ يستثمر فلوس، لأن في أجندة معينة في القصة دي، الأفكار معينة، وحتى ذكر تويتر من ضمن الحاجات اللي فيها أفكار معينة بيبقوا حريصين. مثلا أنا في حاجة ضايقتني فبلغت، راح قال لأ، ما ده رأي ناس تانية وما تعترضش عليه والحاجات دي كلها. فالصورة رغم إنها مضحكة وظريفة وكل حاجة، لكن لما تيجي تتأملها من ناحية فلسفية تلاقي الموضوع خطير ومحتاج ان احنا نشتغل على نفسنا ونطور نفسنا ونشتغل على الذكاء الصناعي ونخليه ياخد الاراء الاخرى الاصليه.